طيب، بداية معسكر جيدة، راحة جيدة، معسكر الحقيقة كل الأخبار اللي جاية لنا من هناك كلها أخبار رائعة. كونك تفوز برضو على فريق بيعتبر من المربع الذهبي في الدوري السلوفيني، أعتقد برضو اللي أنا عرفته يعني إنه فريق جيد من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية ومن الفرق اللي صعب إن هي تتغلب يعني، فبداية أعتقد إن هي بداية جيدة. طبعا بداية جيدة في إنك تكسب، وبداية جيدة إنك معظم اللعيبة بتشارك، ومعظم اللعيبة بتشارك بشكل منتظم، يعني مش أنت مش مضطر تلعب لعيبة دلوقتي عشان عندك مباراة كمان أسبوع أو 10 أيام، أنت مش مضطر تقف على تشكيل، لا أنت موجود. أول مرة الأهلي يدخل من 4 أو 5 سنين فاتوا إن الأهلي يدخل سيزون عنده اختيارات كتيرة، أنت النهاردة لما تيجي تكتب تشكيل عادي أي حد يلعب، اللي موجودين يلعبوا، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي موجوده اي حد فيهم يلعب. بمناسبه كلامك النهارده مين اللي جاب الاجوان؟ كهربا، صلاح، صلاح محسن وزعلوك. بالظبط، يعني بالظبط الكلام اللي انت بتقوله بينطبق على اللي حصل. واحد كان بيلعب اساسي، ايوه، وواحد جاي من اعاره، وواحد ناشئ، واحد شاب. ودي حاجه من الحاجات انا شايف ان هي احسن حاجه عملها كولر في النادي الاهلي، ان هو خلق منافسه جديده بين اللعيبه، وهو انا شايف شخصيته هو النادي، يعني انا شايف شخصيته هو هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي كادارته للماتشات وما بعد الماتشات وما قبل وتصريحاته ووقت التجديد. انت يعني احنا نعرف حاجه عن التجديد؟ ايه اللي حصل في التجديد؟ ما نعرفش حاجه. الراجل هو عايز حاجات طبيعي، لا هو ما اتكلمش فيها ومع كابتن. لا لا بسمع. طبعا هو ما هو ما اتكلمش، هو ما اتكلمش لما كان معاه وكيله طلع اتكلم، قال لك انا جاله وانا كوكيل نصحته بان هو يروح العرض السعودي مثلا. ان العرض السعودي جاله قال لك مش عارف 5 أضعاف أو 4 أضعاف ما يتقاضاه هنا في في, في, في النادي الاهلي، ولكن الراجل كان مصمم على كده. هو عارف قيمه المكان اللي هو فيه، وهو اعتقد يعني اللي عمله هنا هيخليه يشتغل كتير هنا، يعني انا شايف ان اقل عقد ممكن يعمله 2 3 سنين، وممكن لو الدنيا ماشيه كويس في النتائج هيكمل، لان النادي الاهلي لما بيلاقي البروفايل ده بتاع المدربين صعب تلاقيه زي بيسيبه يكمل يعني. بالظبط، هو النادي الاهلي بيحب يدي العيش لخبازه، هو خد اشتغل وانت اشتغل خلاص الدنيا ماشيه كويس. بمناسبه العيش لخبازه، النهارده كان احد الاعلاميين ماشي يسميهم زي ما انت عايز كان بيتكلم على انه او امبارح، انا اتكلمت في الامر ده امبارح تحديدا، انا عايزك تتكلم، مالكش علاقه طبعا مش، ولكن انا قصدي عايزك تتكلم من الناحيه دي، لانه لما يتقال ان الكابتن خطيب او اداره الكوره في النادي الاهلي هي اللي ماشيه المدرب وهو مدرب ضعيف، ايه رايك في هذا الكلام؟ مدرب كولر يعني مش عايز اعرف مين اللي قال كده، بس يعني ما يعني لا مش لازم تعرف، بس يعني انا بسالك انت، انا بسال عادل مصطفى. لا يعني راجل ضعيف ايه؟ راجل عمل قال كده من 3 ايام. هو عامه اللي بيبقى عارف النادي الاهلي كويس مش هيقول كده، لو حد قال كده هو لا دخل جوه النادي الاهلي ولا عارف الدنيا بتدور يعني. ماشي، ما ينفعش تقول كده. طب ما عايز اقول لك حاجه، موسيماني اتقال عليه ضعيف و لا، بس انا اقول مثلا كذا حد قال، ممكن اروح اقول ايه؟ عادل مصطفى ضعيف. ايوه ضعيف من ناحيه ايه يعني؟ ما انا بقول ما بيعرفش يقود مباريات ازاي الراجل، بيحط تشكيل كويس لكن فاينل، ما بيعرفش يقود الراجل فاينل افريقيا قسم الجيم كويس جدا، ولعب مباراه القاهره كويس، ولعب مباراه المغرب كويس، وراجل واخد هو انا سوبر بالنسبه لي انا لما اجي يعني اتكلم على مدير فني، حضرتك لما تيجي تتكلم على مدير فني بتتكلم بتقيم المدير الفني من انجازاته طبعا، يعني لما تيجي تجيب واحد من بره بتشوف انجازاته ايه، وبعد كده تشوف البروفايل بتاعه او شخصيته تتناسب معاه ولا لا. صح صح. فانت واحد جايب 5 بطولات، دخل 5 بطولات، خد 5 بطولات. طب انا هسمع له معاه هل يعني المطلوب منه الراجل ده انا اسمع له ليه؟ طيب بالظبط هو ده اللي انا عايز اسمع له ليه بعيدا عن دي كمان لان دي صح، لكن انا بتكلم على الجانب الاخر. هل عمرك في تاريخ النادي الاهلي حد ظهر قدامك قال لك ان، وانت لعبت فتره طويله في النادي الاهلي، حد قال لك قدامك ان مثلا كابتن صالح سليم الله يرحمه حط تشكيل فريق مثلا مستحيل للمدير الفني؟ على فكره انا قلت في بدايه الحلقه قلت ده الحلقه الاولى ان الناس اللي بتتكلم في الكوره هم الناس اللي يعني اللي عندهم يعني عندهم كم كبير جدا من البطولات، لو اتكلموا كله هيحترم وكلام وهسمع، لكن الناس دي ما بتتكلمش. يعني دايما كابتن صالح الله يرحمه لما كان بيجي يدخل في المحاضرات قبل الماتشات بيوم، دايما عمره ما كان داخل محاضره ماتش، بيجي لك قبل الماتش بيوم، بيجي لك بعد الماتش بيوم في النادي، عمره ما اتكلمك في الكوره،
بيكلمك دايما في روحك في شخصيتك، عمرهم ما اتكلموا في الكوره.